بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل النهاردة موضوعنا عن سورة الكهف والأبعاد الثلاثية اللي فيها. هندخل في سورة في القصة بتاعت ذو القرنين. القصة انطوت برضو على ثلاث رحلات، ابتدأت جميعها بالعبارة الغريبة فأتبع سببا. دلوقتي هنشرح يعني إيه أتبع سببا. إنما ناخد قبل ما نتكلم ناخد رأي أمير المؤمنين عليه السلام عن قصة ذو القرنين، قال لنا فيها حاجة جديدة. بيقول إيه؟ بيقول ثم مشى ذو القرنين على الظلمة 8 أيام و8 ليالي، من أيام الأرض طبعا، وأصحابه ينظرون إليه حتى انتهى إلى الجبل المحيط بالأرض كلها، وهو الجبل الأعظم، وإذا بملك من الملائكة قابض على الجبل وهو يسبح، فخر ذو القرنين ساجدا، فلما رفع رأسه قال له الملك: كيف قويت يا ابن آدم على أن تبلغ هذا الموضع ولم يبلغه أحد قبلك؟ قال ذو القرنين: قواني عليه الذي قواك على قبض هذا الجبل وهو محيط بالأرض كلها. قال الملك: صدقت، لولا هذا الجبل لانكفأت الأرض كلها، وليس على الأرض جبل أعظم منه، وهو أول جبل أسسه الله تعالى، رأسه ملصق بالسماء الدنيا وأسفله بالأرض السابعة السفلى، وهو محيط بالأرض كلها كالحلقة، وليس على وجه الأرض مدينة إلا ولها عرق إلى هذا الجبل، فإذا أراد الله أن يزلزل المدينة أوحى إلي فحركت العرق الذي يليها فزلزلتها. ده كلام أمير المؤمنين عليه السلام. ده الحديث ده بيتضمن جملة من الحقائق العلمية. الحقائق دي اللي احنا لازم نفهمها فهم معاصر، والفهم ده مش ممكن يوصلنا إلا عند دراسة القصة من النص القرآني نفسه. نشوف ازاي. أول نبتدي النص القرآني بيقول إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إن مكنا له في الأرض وأتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. انتبه على كلمة سبب. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما، قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. طيب نشوف هنا ربنا سبحانه وتعالى، ده الكلام ده في سورة الكهف 54-86 الآيات. نشوف ربنا سبحانه وتعالى هنا قال إيه؟ أعطاه من كل شيء سبب، فليكن السفر في الفضاء من جملة ما أعطاه الله كمان. نشوف لفظ السبب هنا في القرآن كيف يستعمل. لفظ السبب مقصود للدلالة على السفر الفضائي، لأن إذا استعمل في القرآن ربنا سبحانه وتعالى استخدم السبب في القرآن 7 مرات، 3 منها في القصة بتاعت ذو القرنين و4 التانية هنقولها لك دلوقتي. الآية الأولى بتقول إيه؟ ما كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. دي في سورة الحج آية 15. الآية الثانية بتقول إيه؟ قال فرعون: يا هامان ابن لي صرحا حتى أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى. خدي بالك آية برضو الأسباب هنا تخص السماء. نمرة 3: أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب، في سورة صاد. مورد واحد بس هنا اللي ربنا سبحانه وتعالى أراد به إثبات عجز الإنسان عن إدراك سفرة أو سعة الفضاء والكون، اللي هي الآية اللي بتقول في سورة البقرة آية 166 بتقول: استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. ده الكلام ده هيكون امتى؟ في المستقبل لما يطلع الإمام المهدي عليه السلام ويكون الإنسان المؤمن قادر على أنه يذهب إلى الفضاء، هم ما يقدروش يطلعوا في الفضاء، هيقولون الهرب إلى الفضاء، وهذا حدث يمكن يتمكن الإنسان. هو علنا أن بعد ما يتمكن الإنسان من غزو الفضاء. إذن كلمة أعطاه من كل شيء سببا، يقول أمير المؤمنين أعطاه علم وقدرة وآلة يتوصل بها إلى مراد.
طيب نشوف الرحلة بدأت بثلاث مراحل برضو الأبعاد الثلاثية في الصورة. الرحلة الأولى كانت للزهرة، لكوكب الزهرة أو الزهرة. الكوكب الزهرة بتدور من الشرق إلى الغرب، مش زي الأرض من الغرب للشرق، بتدور هي من الشرق للغرب. بيقولوا إن كوكب الزهرة بيجي عليه يوم في السنة بيكون في خط مع الأرض، متوازي مع الأرض. هو بعلمه ذو القرنين انتهز الفرصة دي وأخذ اليوم ده عشان ينطلق من الأرض إلى كوكب الزهرة، عشان يطلع بسرعة بانطلاقة سريعة من هنا لهناك. بيقول لك إيه، حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوم. معنى تغرب أي أنها تغيب عن الرؤية. عين حمئة يعني إيه؟ حمئة اللي هي مرتبطة بالحمأ المسنون بتاع الأرض، وقلنا ان الحمأ المسنون اللي هو المسنون، حمأ يعني تراب، انما تراب في سنه او في قانون مسنون، يعني مسنون للترقي، يعني في منهاج للترقي في التراب ده، بحيث ان الانسان لما ربنا بيخلقه من تراب يخلقه من تراب في حمأ مسنون، مسنون يعني منه فيه بيعمل منهج للترقي في رقي الانسان. أعطى تعليمه إلى سكان الكوكب ده وبدأت الرحلة الثانية. هو قال له خلاص يعني ادخل وشوف، لقاهم كلهم موجودين في حالة معينة، فأعطى التعليم اللي ربنا وصى عليها وانطلق إلى كوكب تاني. الرحلة الثانية كانت لعطارد. بيقول هنا في القرآن حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. يعني إيه؟ يعني قال ان هؤلاء القوم في طور بدائي جدا، ما توصلوش بعد لمرحله بناء المساكن او خياطه الثياب، زي الانسان الكهوف الاولانيه اللي احنا بنشوفهم كنا على الارض. وعشان كده هم ما عملهمش حاجه، خرج من الكوكب ده لكوكب تاني. من النص القراني نكتشف انه قعد في الظلام حتى مطلع الشمس، وبذلك يكون الطلوع على نفس الكوكب. الأيام بتاعت الزهرة وعطارد تختلف عن أيام الأرض في العدد. دلوقتي هنقول لك قد إيه. بيقول لك إنه يؤكد الحديث الذي يذكر ساره في ظلام دامس على إن أرض مختلفة عن أرضنا، وكانوا بيسموها في وادي اسمه وادي الزبرجد، حيث ترابها من زبرجد ولؤلؤ أو شبيه باللؤلؤ. دخل بقى على الرحلة الثالثة، هي الرحلة الثالثة دي اللي يهمنا ان احنا نتكلم عنها. الرحلة الثالثة بتقول ايه؟ دي اللي بتأكد لك لما تسمعيها ان الرحلة كانت فضائية. ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين ان يأجوج ومأجوج مفسدون في الارض، فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا؟ خرجا يعني دلو إيجار مصاري. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. هنا المفسرين بيقولوا إن ذو القرنين بيقولوا إن حط رد، كلمة ردم دي غير صحيحة اللي هم يفسروا بيها اللي عملوا ذو القرنين، لأن إحنا بنعرف إن الردم غير والسد غير. الردم عبارة عن فحرة وبتنزلي فيها حاجة، إنما السد بتبني لفوق، يبقى السد لفوق والردم لتحت. هو قال أعينوني أجعل بينكم وبينهم سدا. هنشوف عمل إيه بقى. تعال نشوف أول الرسول صلى الله عليه وسلم كيف وصف ذو القرنين، وصف يأجوج ومأجوج. قال إن كلام الرسول يؤكد إن الناس دول جايين من كوكب تاني مش كوكب الأرض، لأن مفيش في الأرض مخلوقات تشبههم بالأوصاف اللي وصفها فيهم رسول الله. قال آذانهم طويلة جدا بحيث يفترشون إحداهما ويغطون أنفسهم بالأخرى، ينام على ودن ويتغطى بودن تانية. ودن بتكون في الصيف يقدر ينام عليها تكون براد، وودن بتكون في الشتاء دافية. نصوص الملاحم بقى بتؤكد إنهم قوما في الفضاء وسيهاجمون الأرض عند ظهور المهدي عليه السلام ونزول المسيح عليه السلام، يشربون ماء بحيرة طبرية عن آخره. وقد أكد ذلك النص القرآني اللي بيقول حتى إذا النص القرآني بيقول بسم الله الرحمن الرحيم
حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا، يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. دي سورة الأنبياء آية 96 لآية 97. طيب هنا بيقول لك الإمام عليه سلام الله عليه كل البشر ولد آدم إلا يأجوج ومأجوج. تعال نشوف اللي عملوا إيه ذو القرنين. الردم اللي جعله ذو القرنين لم يكن شيئا عاديا، دي قضية علمية مهمة ولازم إن احنا ندرسها ونفهمها. افترضنا إن القوم كائنات لها علاقة بالمغناطيسية، حركتهم هي حركة انسلال سريعة بتتوقف عند وجود حقل مغناطيسي شديد العطاء، يعني كأن الكوكب بتاعهم اللي كانوا عايشين فيه الناس اللي هناك كل المغناطيسية فيه، إنما عندهم في القطب فوق في نقطة ضعيفة عشان كده كانوا بينسلوا بيدخلوا منها يأجوج ومأجوج. المنطقة دي نقطة الضعف، هنا بقى نشوف هيعمل إيه. اللي عمله ذو القرنين هو توصيل ما بين هذه النقطة عن طريق مغناطيس، مغناطيس صناعي كبير الحجم، حطه في المكان ده بحيث تم به إغلاق منطقة الضعف في القطب وعشان كده منعهم من الدخول. إنما نشوف الطريقة اللي عملها إزاي. الكلام ده في الجو فوق ومش على أرض الكوكب نفسه. عبر عنه القرآن اللي هي ما بين السجدين. نرجع لحديث الإمام علي سلام الله عليه بالنسبة للجبل المحيط بالأرض عشان نفسر لك العلاقة المغناطيسية إزاي. أول حاجة لا يوجد جبل مرئي يحيط بالأرض، إحنا ما بنشوفش لا بالأجهزة الحديثة ولا نصور الكرة الأرضية ما بنشوفش جبل يحيط بالأرض زي الحلقة، إلا إذا كان المقصود جبل مغناطيسي. الجبال المغناطيسية شاهقة، خطوط محدبة كالجبال بتكون مدورة حوالين الأرض كلها، بتبتدي من القطب الجنوبي الشمالي فوق للقطب الجنوبي تحت بصورة محدبة. لكن ما اسم الجبال دي في القرآن؟ هي نفس كلمة الجبال، ليه سماها جبل؟ احنا بنجد في القرآن استعمل كلمتين هي الجبال والرواسي، ننتبه قوي الفرق بين دول وبين دول، يعني يمكن اكتر من 10 فروق هامة بين الجبال وبين الرواسي. هنقول لك الفرق ايه بقى. الجبال منصوبة، الرواسي لان ربنا بيقول لك في سورة الغاشية والى الجبال كيف نصبت، نصبت يعني اتحطت على الأرض، بينما الرواسي ملقاء إلقاء. اسمعي كده في سورة النمل، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. يبقى الجبال منصوبة محطوطة إنما الرواسي منصوبة من فوق نزل. النصب للجبال لأنها مادة من صخور، إنما الإلقاء بيكون للرواسي لأنها القوة المغناطيسية. لما تكون الرواسي هي المرتبطة بحركة الأرض ده معناته إن الحياة بكل ما فيها من فعاليات مرتبطة بالرواسي مش بالجبال، زي المية والأنهار والحركة والليل والنهار والنبات وكل ده مرتبط بالقوة المغناطيسية اللي على الأرض. هي الرواسي اللي بتجعل الأرض راسية مع جبالها، لأن القرآن بيقول لك والجبال أرساها. كمان ربنا وصف الرواسي بالشموخ، قال لك رواسي شامخات لأنها من فوق لتحت، بينما وصفت الجبال بتعدد الألوان. ده طبعا فرق واضح بين التمييز بين نوعين، بين الجبال وبين الرواسي. طيب لماذا سمى الإمام علي عليه السلام المغناطيسية بالجبل المحيط بالأرض؟ هو لما شاف قال له ملك ماسك الجبل اللي بيحيط بالأرض. ممكن نقول لك إن الرواسي ممكن نسميها جبال لأنها مجبولة، أصلا مجبولة مع الأرض، يعني لما ربنا خلق الأرض خلق الرواسي معها عشان ما تتحركش لا تميد بهم، بينما العكس لا يصح لأن الجبال لا تفعل فعل الإرساء، يعني مش نقول الجبال هي اللي بتثبت، لا الرواسي هي اللي بتثبت الأرض. احنا نبص على كمان على كلام القرآن يقول لك وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، هي بتلف مع الأرض، انما الرواسي اللي هي المغناطيسيه هي اللي ماسكه الارض انها تتحرك شمال ويمين، مش تتحرك يعني تقع شمال ويمين. يبقى حديث الامام عليه السلام ينطوي على وصف علمي دقيق للقوه المغناطيسيه لما قال محيط بالارض كلها، لان خطوط المغناطيس تغلف الارض كلها بالفعل.
وقوله كالحلقة واضح لأنها عبارة عن حلقات. أما قوله أعلاه في السماء الدنيا أي يرتفع بصفة آلاف من الأميال، طبعا القوة المغناطيسية مش لازقة بالأرض، إنما عاملة مساحة بين القطب فوق والقطب تحت، مساحة لأنه قلت لك الخطوط محدبة. وقوله أسفله في الأرض السابعة السفلى مطابق لأحدث المعلومات، لأن خطوط المغناطيس تدخل باطن الأرض اللي هي بتسميها بالقلب، بالقلب المغناطيسي للأرض. وأما الإمام لما قال أول جبل أسسه الله، لأن القوة المغناطيسية نشأة مع نشوء الأرض، أو هي سابقة على نشوء أي تضاريس. أما ارتباطه بالزلازل فدي قضية معلومة في مراكز البحث العلمي. طيب كمان نقطة مهمة قوي ونقطة حساسة كتير لازم نفهمها عن عمل ذو القرنين. ذو القرنين قال ايه؟ انتبه معايا، آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخ، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرة. هنا زبر الحديد ليه جاب الحديد مقطع؟ لأن الحديد لما يتقطع بتدخل فيه كمية الأكسجين أكتر. يبقى جاب ذو القرنين عمل مسحوق من الحديد وحرقه، وبعد ما حرقه صب عليه قطع النحاس. لما انحرق الحديد وخلص حط النحاس عليه، جعل إحراق النحاس يتم بعد اكتمال إحراق الحديد. يبقى طلب ان هو الحديد يكون مقطع عشان يدخل فيه أكسجين، وبعد ما يتم إحراق الحديد يحط عليه النحاس عشان النحاس اللي يلف على الحديد عشان يعمل القوة المغناطيسية. دي برضو دي طريقة علمية حديثة بيستعملوها في الموتورات بتاعت السيارات وإلى آخره، لأن الحرارة الباقية من إحراق الحديد بتكفي لأن يدخل تحرق النحاس. أما شوفي بقى الحتة المهمة هو القوي اللي هو قال إيه، أنفخه، عايز طيار هواء، لأن الحديد المحروق ما يتمش بدونه إنتاج أكسيد، الأكاسيد كلها تتكون من الأكسجين لما يدخل مع الحديد والنحاس، إنما يصهر الحديد فقط. زي قال أنفخه عشان يدخل فيه أكسجين يدخل على الحديد والنحاس يقوم يعمل القوة المغناطيسية فيها. إذن عملية التقطيع كانت هامة جدا عشان يوصل الهواء إلى أكبر قدر من الجزئيات. نيجي نشوف هنا بقى ما سبب تسميته بذي القرنين. أجاب الإمام الباقر عليه السلام إن دخل لأنه دخل النور والظلمة في رحلة استغرقت 3 أيام، وهي تحتاج إلى أشهر وسنين. قلت لك كان بينطلق بسرعة رهيبة جدا، وهي دخول النور والظلمة واضح جدا في الدلالة على امتلاك السرعة الفائقة، لأن النور والظلام ما يجوناش في وقت واحد وإحنا في منطقة واحدة، لازم يكون انطلاق من مكان لمكان بأسرع سرعة. أما الذي يمتلك السرعة الفائقة فيمكنه الخروج من أحدهما والدخول في الآخر. قلت لك قبل كده إن يوم واحد في السنة بيجي كوكب الزهرة موازي لكوكب الأرض، هو استغل النقطة دي ودخل من هنا لهناك بسرعة فائقة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال سمي بذلك لأنه طاف شرقها وغربها، وطبعا هو بيقصدش الأرض، يقصد الشمس. معلوم بذلك أن شرق الشمس لا الأرض، لأن النص القرآني يحدد مطلع الشمس ومغرب الشمس كنقاط رئيسية دل على حركة ذو القرنين. في بعض الكتب بيذكروا أن النبي إبراهيم عليه السلام التقى بذو القرنين، فسأله إبراهيم، شوفي خدي بالك من طريقة السؤال والكلام، قال له بما قطعت الظهر، ما قالوش الأرض، قال له بما قطعت الظهر، هنا يقصد الظهر الزمن. هذا سؤال واضح جدا في الدلالة على قطع الزمن لا المسافة. الظهر في اللغة يساوي تقريبا 80 سنة، اللي هو قلناها قبل كده حقب، الحقب 80 سنة والظهر هنا بلغتهم 80 سنة. يقطع ما يحتاج إلى ظهور خلال أيام، عشان تعرفي أن السرعة اللي كان بيستخدمها ذو القرنين كانت سرعة رهيبة، كانت سرعة فائقة، أمر هام جدا، لأن الوصول إلى منطقة منيرة من أخرى مظلمة أو العكس خصوصا في الفضاء فوق يحتاج إلى سرعة أكبر من الدوران المحوري للأرض والبالغ بحدود 1800 كيلومتر في الساعة، كما يحتاج إلى هذه السرعة للإفلات من الجاذبية. طيب
في المأثور الإسلامي أن معظم الأحاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم والإمام علي بشأن ذي القرنين. سبب ذلك هو اهتمام أمير المؤمنين بهذه الشخصية، لأنه بصي بقى في ختام حديثه بيقول إيه: وفيكم مثله، أي يقصد نفسه. ولعل التشابه بينهما من جهات كثيرة، وهي كل منهما له قوة جسدية متميزة، شجاعة فائقة، علم واضح بالأشياء. كل منهما عاب الدنيا وسمى عليها. يبقى نيجي نشوف بقى في سورة الكهف أربع قصص مختلفة لكن كلها متفقة على أنها فتنة. القصة الأولى اللي هي قصة صاحب الجنتين، قلت لك دي مثال مش قصة، إنما ترمز إلى فتنة المال. القصة الثانية قصة أهل الكهف ترمز إلى فتنة الدين. الثالثة قصة موسى والخضر ترمز إلى فتنة العلم. الرابعة ذو القرنين ترمز إلى فتنة السلطة والحكم. نقف لغاية كده ونشوفكم في حديث تاني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.